المقصود بنفخت فيه من روحي؟ كل منا فيه نفخة من روح الله عز وجل. سيدنا آدم لما اتخلق بهذه الصورة كان إبليس كان يضرب عليه حصة فيه رنة. كان إما يدخل من الفم وينزل يقول لا 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 تهابوه لا تخافوه الملائكة نفسها. الكلام ده ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وذكره في التفسير أيضا وذكره القرطبي في تفسير في خلق آدم عليه السلام. فما عايز يقول إنه مجوف والله صمد ما تخافوش منه. طيب ربنا لما خلق آدم بهذه الصورة شوفي الميزة والتكريم اللي احنا فيه لربنا، ولقد كرمنا بني آدم. التكريم بتاعي إنني في نفخة من روح الله عز وجل. الله، طب الروح دي شكلها إيه؟ ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي. طب تعالى نعمل إسقاطة صغيرة جدا جدا وسريعة جدا في تكوين مراحل. ربنا بيقول كده وخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق. الترتيب ده إعجاز، ساعتها بتخلت الناس تدخل في الإسلام وتحس إن أنت قدام قدرة وإعجاز رهيب جدا، إن يتحول نطفة، النطفة بعد كده تتحول إلى علقة، العلقة بعد كده إلى مضغة، المضغة بعد كده تتحول إلى عظام، الرأس، الإيدين، الرجلين، القلب، بعد كده بعد مرحلة معينة جدا ينفخ فيه بعد 120 يوم ينفخ الروح. الرجل الفرنسي اللي كان بيتابع هذه الحوارات في مراحل متعددة فجأة حس بإحساس عجيب جدا، فجأة بقى على صوته قال هير ذا جاد. في هذه اللحظة مع نفخ الروح هنا الله، الحقيقة هنا النفخ الروح بتاعت ربنا في الإنسان عند 120 يوم مع الإعجاز في خلق ربنا هير ذا جاد. هنا الله، أين الله؟ الله فيي وفي حضرتي وفي السادة المشاهدين. أليس هذا تكريم؟ أليس هذا اصطفاء؟ أليس هذا يعني نعمة من نعم الله يحمد عليها إنني فيي من روح ربنا، نفخة من روح ربنا سبحانه وتعالى؟ إذن اصطفاء وتقدير وتكريم لهذا الإنسان بهذه الصورة. كانت من معاني فكرة النفخة اللي ربنا نفخ فينا من روحه، فكرة إن هي دي الحاجة اللي بتخلينا نؤمن بغيبيات ونؤمن بوجود الله من غير ما نشوفه، ونؤمن بكل الغيبيات من غير إعمال للعقل، وفكرة إن هي بيكون نازل فيها زي ما بنقول كده إيه مكونات أساسية جوانا بس محتاجين إحنا نفعلها، هي أسماء الله وصفاته والمنهج الرباني والتعامل بكل القوانين اللي ربنا أرادها في الكون، وكل ده موجودة في البصمة بتاعت النفخة دي. طيب ممكن اختلف مع حضرتك في جزئية عشان طبعا هيك وضح لنا في حاجة بسيطة جدا. مش ما فيش اعمال العقل، لا في اعمال العقل، لازم يكون في اعمال العقل. باعمال العقل هو اللي يوصلنا لكده. ليه ايه؟ انا عندي العقيدة بتاعتي متمثلة في ثلاث امور. اول حاجة بتبحث فيما يجب وما يجوز وما يستحيل في الذات الالهية. اتنين، ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الرسل. ثلاثة، الغيبيات اللي هي السمعيات، اللي هي اليوم الآخر، اللي هي صراط إلى موت وحشر وصراط وجنة وعرض وأمور رهيبة جدا. طيب الأمور الثلاثة ده همت أنا مصدرهم عندي القرآن والسنة. طب القرآن والسنة بيقولي شغل دماغك، اتعرف على ملكوت ربنا سبحانه وتعالى عشان تهتدي. طب بص للرسل، الرسل جايين بمعجزات، المعجزات ده كل رسول من الرسل أو 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 نبي من الأنبياء جاي بمعجزة تناسبت مع فكر وطبيعة المكان اللي عايش فيه. تعالى بموضوع الموت، الغيبيات انت عمرك ما هتحس بها ولا هتشوفها ولا عقلك هيصل ليها، بس لما ترجع لقال الله قال رسول الله بتفتح لك الابواب وتخليك العقل يشتغل، فبالتالي تتعرف على المنظومة ويكون لك بصمة بإعمال العقل في أن تهتدي إلى وجود الله عز وجل. أنا طبعا المقصود من فكرة أن في أمور عدم إعمال العقل فيها زي الغيبيات اللي احنا زي ما بنتكلم مثلا على فكرة الموت. نعم. فكرة أن وجود الله لك احنا مش شايفينه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجود ومش شايفينه لكن بنحبه قوي، مؤمنين بيه قوي. طبعا ده هو إعمال العقل، هو ده اللي فرق عبادة الإنسان عن عبادة الملائكة وعن أي عبادات أخرى، وده من تجهيزات الإنسان. لكن فكرة طبعا لكن فكرة وجود النفخة هي دي اللي بتخلينا ان في حاجات يعني سمعنا وأطعنا.